شهد فندق الفينيسيا امبارح مؤتمر صحفي للإعلان عن الحفل المرتقب للفنان العالمي ميكا يلي رح يتم بتنظيم من مهرجانات بيت الدين ومهرجانات بعلبك وبالتعاون مع شركة تويوتو سي للإنتاج. الحفل يلي متوقع أنه يشهد حضور شعبي ضخم رح يقدم فيه ميكا أجمل أغنيته بالمؤتمر الصحفي يلي تم امبارح ويلي شهد حضور صحافي ضخم من الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة واللي عم نتابع هلأ بعض المشاهد منه. تم الإعلان عن تفاصيل هالحفل وخصوصا لجهة الأمور التنظيمية حيث رح تفتح الأبواب ابتداء من الساعة 5:30 بعد الظهر والنقل المجاني للحضور رح يتم من مجمع البيال حتى ساحة الشهداء يلي رح تشهد الحفل ويلي تم اختيارها لرمزيتها ولتقدر تستوعب الحشد الهائل المتوقع مساء اليوم. إذن وسط مدينة بيروت على موعد مع الفنان العالمي ميكا يلي منذكر انه هو من اصل لبناني ووصل للبنان لاحياء هالحفل ولاعادة احياء وسط مدينة بيروت بفصل الصيف الرائع لهالسنة. حفل كبير اكيد عم نشوف هون بعض المشاهد. فإذن فندق الفينيسيا عز بالإعلاميين والصحفيين وأيضا بعدد هائل من الأطفال يلي مثل ما عم نلاحظ عم بيتهافتوا لأخذ الصور التذكارية مع ميكا. نحن رح نتابع بفقرة سينما ومن بعد ما أدهشت الطفلة أبيجيل بريسلين الجميع ببراعتها بأداء أدوارها هالمرة عم بيلمع نجم فتاة أخرى بعمر الـ 14